طب السؤال الثاني فضيلتك، ماذا تقول في الحديث عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماذا اجعل لك من صلاتي، فقال له ثلثها ونصفها، وان جعلت صلاتك كلها لي فانه يكفى همك ويغفر ذنبك، ماذا تقول في هذا الحديث فضيلتك؟ تسال عن صحتها وعن معناها. الصحة وما معناها فضيلتك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما هذا الحديث فمن طريق راو يقال له عبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا الراوي مختلف فيه، فمن العلماء من يحسن حديثه ومنهم من يضاعفه. من العلماء من يحسن حديث هذا الرجل ومنهم من يضاعف هذا الرجل، وأرى أن هذا الرجل لا يحسن حديثه، إلا أنه إن تجوز متجوز وقال بأنه في فضائل الأعمال فلا بأس، لكن عن معنى الحديث أنا أقول مثلا يا رب ارزقني، يا رب عافني، يا رب أسكني الفردوس، يا رب أصلح لي ذريتي، وهكذا أدعو بأدعية من أدعيتي الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فبيسأل السائل يا رسول الله صلاتي عليك كم نسبتها بالنسبة لسائر دعائي، يعني هل أجعل صلاتي عليك نسبة صلاتي عليك مساوية لربع دعائي، يعني أقول يا رب ارزقني، يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، وأقول اللهم صل على محمد، فبيقول أجعل نسبة صلواتي عليك ربع دعواتي، قال إن زدت فهو خير، قال أجعل لك نصف دعواتي، يعني نصف دعواتي لك صلاة عليك ونصف دعواتي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، قال وإن زدت فهو خير لك، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، فقال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فهنا تكفى همك ويغفر ذنبك كلمة الكل أريد بها الأكثر، أريد بها الأكثر، فكثيرا ما تأتي كلمة كل ولا يراد بها الاستحواذ الكامل، إنما يراد بها الكثرة، كما قالت عائشة ما صام النبي شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان كان يصومه كله، فمعنى كله أغلبه. فهذا حتى لا نترك سائر الدعوات، والله أعلم.